ده كلام شديد الأهمية، يخلينا هنا محتاجين نفكر بصوت عالي مع المتخصصين في هذا الأمر تحديدا. معانا على التليفون دكتور راندا فخر الدين، مستشار الصحة الإنجابية. أهلا بيك يا دكتور راندا. أهلا بيك يا فندم، زي حضرتك. ازاي الحال؟ كله تمام؟ واضح جدا 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 لدى الجميع، والرئيس اتكلم أكتر من مرة على معدلات الإنجاب ومعدلات المواليد عندنا في مصر، وأظنها واصلة لحوالي 2.1 سنويا في المية. يعني احنا بنتكلم على حوالي تقريبا 2,200,000 نسمة جداد، ربنا يبارك. بس يجي السؤال، هنتعامل ازاي مع هذه الأزمة التي تلتهم النمو الاقتصادي من ناحية، أو معدلات النمو من ناحية، وتلتهم أيضا جهود الدولة في التنمية من ناحية أخرى؟ يعني أنا أعتقد أن الدولة ابتدت تاخد الاتجاه الصحيح في التعامل مع هذه القضية، إشراك المواطن في المسؤولية، لأن إحنا كنا بنتعامل معها الأول على أن هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة ومسؤولية وزارة الصحة. وطبعا ده كان تعامل يعني في البداية، من البداية هو تعامل خاطئ، لأن هي مسؤولية الدولة كلها، مسؤولية المواطن، مسؤولية الحكومة، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية القطاع الخاص. احنا كلنا شركاء في الدولة دي، كل واحد مننا عليه دور. فلو كل واحد مننا قام بالمسؤولية بتاعته وفهمها وقدر التوابع بتاعة الأخطاء اللي هو بيعملها، ساعتها هيتراجع عن الأخطاء ديت. لكن للأسف احنا كنا شايلين العبء كله، وكوزارة صحة أو كحكومة احنا شايلين العبء، وبنقول ان احنا بنجيب وسائل تنظيم أسرة، احنا بنقدم الخدمات، احنا بنحاول نوجد أطباء. فين بقى الوعي اللي عند المواطن اللي خليه يقدر أهمية أن يكون عدد الأطفال عنده قليل، اللي يقدر أن بتقدم له محتاج يتقدم له خدمات تعليمية وخدمات صحية وخدمات الإسكان وكل الخدمات اللي بتقدم له تتقدم له بجودة معينة؟ طب عشان الجودة دي يحصل عليها محتاج إيه؟ محتاج فلوس، محتاج شغل، محتاج إنتاج. طب الإنتاج ده محتاج إيه؟ محتاج ان انا اعرف او اهل هذا المواطن بحيث يكون عنده الجودة الكافية والمهارة الكافية انه ينتج. طب مع المعدلات اللي عندي ديت ومعدلات الزيادة السكانية دي، انا هقدر اعمل ده؟ لا، مش هقدر. مش هقدر اطلع مواطن صحته كويسة، مش هقدر اطلع مواطن تعليمه كويس، مش هقدر ادربه عشان يبقى مهارته عالية، عشان يبقى سوق العمل بيجري وراه بدل ما هو بيدور على وظيفة ومش لاقيها، إلا لو كان متعلم تعليم بمستوى معين محتاج تكلفة معينة، فمع تكلفة عالية جدا مش أي حد هيقدر عليها. فبالتالي كل ده لازم يتبني قصاد المواطن عشان يفهمه. طب هنا يجي سؤال أظنه مهم يا دكتور راندا، يعني زي ما يمكن فخامة الرئيس قال أنه في دول نجحت في أنها تقوم بالمعادلة دي وفي دول كتير جدا لم تنجح. أنا من أنصار أنه طب ما نشوف التجارب اللي نجحت وننقي التجربة الأقرب لمجتمعنا، لأن المسألة مش بس متعلقة بعدد السكان، لكن كمان التركيبة الاجتماعية لازم تبقى شبهنا قدر الاستطاعة، وبالتالي أقدر أشوف التجربة دي اتعملت إزاي وأبدأ أطبق مثيل ليها هنا في مصر، أو على الأقل أخد منها أشياء تليق بي. ده مهم جدا، لأن إحنا مش هنخترع العجلة، إحنا في غيرنا سبقونا وعملوا تجارب ناجحة جدا، منها إيران. ما إحنا يعني مش يعني لازم نبص للتجارب، زي ما قال الرئيس النهاردة مثلا الصين. الصين مع ان تجربتها هائله جدا، بس في اختلاف في الثقافه بينها وبين الصين، وخاصه الثقافه الدينيه. لكن لما نيجي نبص على ايران، هي عملت تجربه ناجحه جدا، كلنا عارفين قد ايه قدروا من خلال رجال الدين يقنعوا المجتمع بان هم يوقفوا الزياده السكانيه، وهم اللي بقى المجتمع نفسه هو اللي بيشجع على ان احنا لا اسره صغيره. فبالتالي احنا عندنا تجارب كتير ناجحه موجود في شرق اسيا، تجارب كتيره ناجحه. فبالتالي احنا محتاجين نستفيد من التجارب دي وناخد من اكتر من تجربه، يعني انا مش شرط تجربه واحده، لا انا اخد اكتر من تجربه وابتدي اطلع التجربه المصريه
صحيح اعتقد ذلك يعني اعتقد ذلك جدا. احنا قادرين جدا، واحنا عملنا المشروع القومي لتنميه الاسره هو يعتبر تجربه مصريه، ان هو هنشتغل على تمكين المراه، على تمكين الطفل، على ازاي انا لو مكنت المراه انا نجحت في ان انا افرمل الزيفه السكنيه. ما هي ثقافه المراه هتختلف، هتبقى مش الاهتمامات بتاعتها ان انا اخلف، لا انا اهتماماتي ان انا اثبت وجودي، ان انا شخص منتج في هذا المجتمع. فبالتالي انا هبتدي افكر قبل ما اجيب عدد اطفال كبير، لا انا هجيب طفل او طفلين عشان انا عندي اهتمامات تانية، عندي شغلي، عندي الكارير بتاعي، عندي النجاح، عندي مشروعي اللي عايزه انجحه. ففي اهتمامات تانية غير ان انا اثبت وجودي بعدد الاطفال بتوعي. والله دكتور رندا ساعات بحس ان هناك حلقه مفقوده على الاقل بالنسبه لي انا، ان انا ساعات اشوف كتير جدا اسر متعلمه جدا قوي خالص اجتماعيا وثقافيا وماليا كمان ميسوره الحال جدا قوي خالص، لكن عندهم مشكله في ان هم فعلا مش هزار مخلفين 4-5 عيال. الراجل بيشتغل، هي بتشتغل، متعلمين كويس جدا، محققين نفسهم وذواتهم كويس جدا، وبينظروا للموضوع على انه طب انا قادر اصرف عليهم وليه ما اخلفش. انا بالنسبه لي ده تصور عجيب او غريب، ومش قادر افهم ايه اللي بيدور في الذهن. يعني المساله مش متعلقه بس بالتمكين الاقتصادي، مساله على ما يبدو انها متعلقه بشيء ما غائب عننا. ما عندوش احساس المسؤوليه. ما هنا بقى دوري انا في ان انا اشرك المواطن ده في الاحساس بالمسؤوليه. انت اللي كل اللي انت بتعمله ده هي بيعود عليك بنقص في الخدمات. ما هو انا لما انا بجيب عيال كتير، ما هو انا المشكله مش ان انا قادر ادفع، ما هو ده بيعود عليا في ايه؟ الطرق زحمه، الخدمات الصحيه اللي بتتقدم لي مش ذات الجوده اللي انا المفروض ان انا محتاجها، فبالتالي بضطر ادور على خدمات صحيه غاليه جدا وممكن ما الاقيهاش، نتيجه ان انا عندي ضغط كبير حتى على الخدمات الصحيه اللي تكلفتها عاليه. فبالتالي ما هو بيأثر عليا في الخدمه اللي بتجيلي. صحيح. هو لان هو ما عندوش وعي كفايه وما عندوش، هي المساله كده، مساله وعي ومسؤوليه تجاه المجتمع ككل. انا بشكرك جدا يا دكتور رندا، كل الشكر دكتور رندا فخر الدين، مستشار الصحه الانجابيه.